من كان قبلكم حملهم على أن تركوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا يدل على أن الظلم والسحر حواطئ المواطين، والظلم معلوم وهو العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، ولهذا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا في كتابه لأن حذر منه، وقال جل وعلا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالظلم عاقبته وخيمة وشره عظيم، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل والكفر سبحانه وتعالى، هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، فأعظم الظلم وأقبحه الشرك بالله عز وجل وسائر أنواع الكفر بالله عز وجل، لأن المشرك والكافر ظالم بوضع العبادة في غير موضعها، فلما وضع العبادة في غير محلها صار من أظلم الظالمين. ومن الظلم التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، إما بقتل وأما بجرح والضرب، وإما بخيانة الأموال بالغش والخيانة والسرقة والغصب وإلى هذا موجود الخيانات، وهكذا الرشوة كلها من الظلم. فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الظلم كلها، ينبغي للمؤمن أن يكون في غاية الحذر من جميع أنواع الظلم. ومن الظلم أن توشى إخوانك في المعاملات، سواء كانت المعاملة بيعا أو إجارة أو شركة أو زراعة أو مساقات أو غير ذلك من أنواع المعاملات، فالذي يجعل ظواهر الأمور غير بواطنها ويغش الناس بالظاهر وفي الباطن ما يضرهم هو ظالم وخائن للأمانة نعوذ بالله. وكذلك الأعراض الغيبة والنميمة والشتم والسب، كل هذا من ظلم المقال، من ظلم الأعراض، فيجب الحذر ويجب حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسباب والكذب وغير هذا من أنواع الظلم القولي. وأما الشح فهو شدة الحرص على المال مع البخل به، يكون شديد الحرص على المال وعلى جلبه وتحصيله ووسائل جمعه مع البخل به وعدم أداء الواجب، هذا هو الشحيح. ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ووقاه الله شح النفس فقد أفلح. فالشحيح جامع بين الحرص على المال بكل وجه بحق وباطل، ومع ذلك بخيل في أداء الواجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حملهم يعني الشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، قد يحمله حب المال على سفك الدماء بغير حق وعلى السرقات والخيانات وعلى قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين وعلى إيذاء الجار وعلى غير هذا من الشرور بأسباب شحه وحرصه على المال. فيجب الحذر، ويجب أن يكون المؤمن بذالا للمعروف منفقا في وجوه الحق، ليس بخيلا ولا شحيحا، ينفق المال في وجهه ويطلبه من وجهه، لا يطلبه من طريق الحرام ولا ينفقه في الحرام ولا يبخل به عن الحق، بل يكون جوادا كريما ينفق المال في وجوه الحق ويطلبه من طريق الحق، من طريق الحق لا من طريق الظلم والخيانات والكذب ونحو ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون باذلا في والديه في أرحامه وقراباته في وجوه الخير ووجوه المعروف، هكذا يكون المال، ولا خير في المال إذا كان لا ينفع في هذه الأمور، وأي قيمة للمال إذا كان يشح به صاحبه ويبخل به عن وجوه الحق يكون وبالا عليه وشرا عليه في الدنيا والآخرة. فالمال إنما يراد للإنفاق والإحسان وأداء الحق وحماية الوجه عن الحاجة إلى الناس. قال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هكذا المؤمن له أجر عظيم في إنفاقه في وجوه الخير وطرق الحق، وعليه وزر عظيم في الشح والبخل وعدم إنفاق المال في وجهه. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه السورة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بالتكاثر حتى يهجم عليهم الأجل وحتى يزوروا القبور على غفلة. ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر، تحذر من هذا الأمر العظيم الذي يقع فيه الأكثرون، وهو الالتهاء والاشتغال بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى تهجم المنايا وحتى تنقل الأجساد إلى القبور. ينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا، فالموت لا بد منه ولا بد من زيارة القبور، جئتها ما أبيت كما زارها من قبلك ونقل إليها من قبلك، فيجب عليك أن تعد العدة قبل أن تزل المنية. ثم يقول بعد هذا سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وعيد وعيد لهؤلاء أنهم سوف يعلمون مغبة تفريطهم ومغبة اشتغالهم عن الآخرة والعداد لها. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين ما وراءكم من الأهوال والأخطار والعقوبات الوخيمة لمن شغل بالدنيا عن الآخرة لما فعلتم هذا الأمر، ولما شغلتم بالتكاثر عن الإعداد للآخرة. ولكن جهل الأكثرين بالله وجهلهم بالعاقبة وجهلهم بالأخطار العظيمة هو الذي جرأهم على الاشتغال بالأموال والتكاثر في الأموال والأولاد عن الإعداد للآخرة، فالأمر عظيم وخطير. ثم يقول بعد هذا لا ترون الجحيم، الجحيم لا بد أن تراها يوم القيامة، تبرز للناس وبرزت الجحيم للغاوين، لا بد أن تبرز. وقد جاء في الحديث الصحيح أنها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك يجرونها لإبرازها للناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأمرها خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي المؤمن أن يتذكر هذا اليوم ويعد له عدته. ثم يقول ثم ترونها عين اليقين، مشاهدة بالعين يشاهدها الإنسان بعينه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الدنيا من المآكل والمشارب والمناكة والمراكب وغير ذلك، وما أعطى الله العبد في هذه الدنيا من أنواع النعيم. سوف يسأل يوم القيامة هل أدى حقها، هل شكرها، أم ضيع وفرط وتساهل. هذا الأمر يوجب للمؤمن الانتباه واليقظة. ثم يقول سبحانه في هذا حتى زرتم المقابر، يبين أنها زيارة للمقابر، هي مقر بعض الناس يقول مقر الأخير، ما هو مقر الأخير، مقر العارض ينقل منه إلى يوم القيامة. هذا القبر هو مقر أخير، إنما هو زيارة ثم ينتقل من هذه الزيارة إلى محشر إلى يوم القيامة بين يدي الله، ثم ينقل إما إلى جنة وإما إلى النار. المقر الأخير الجنة أو النار، أما قبر فهو برزخ منزلة من المنازل يزورها الإنسان، يزورها بعد الموت ثم ينقل منها إما إلى نار وإما إلى نعيم. فينبغي العاقل أن ينتبه لهذه الزيارة، فهي زيارة خطيرة، إما أن تكون زيارة إلى روضة من رياض الجنة أو إلى حورة من حفر النار، ثم بعده ما هو أشد منه. فينبغي أن يكون على بال العاقل وينتبه لهذا الأمر ولهذه الزيارة بعد التشاغل والتكاثر بالأموال والأولاد، وأنها زيارة خطيرة لمن زار هذه القبور، هل يزورها بعمل صالح وتقوى لله أو بتفريط وإضاعة ولهو وتشاغل عما خلق له من طاعة الله وعبادته. رزق الله الجميع التوفيق والإعداد، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فكما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال
الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الجليل يدل على عظم شأن النصيحة وأنها الدين، لأن المسلمين متى تناصحوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق والصبر عليه استقام أمرهم وعلى شأنهم واتحدت كلمتهم وصفهم ونصرهم الله على عدوهم. ومتى تخاذلوا وغش بعضهم بعضا وخان بعضهم بعضا تفرغت الكلمة وتكدرت القلوب وحصل التباغض والفرقة والاختلاف. ولهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصيحة، قال الدين النصيحة. والنصيحة هي الإخلاص في الأمور وعدم الغش فيها والخيانة، أن يكون كل واحد ناصحا في أعماله كلها، ناصحا في عمله لله وفي عمله في كتاب الله وفي عمله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عمله مع الأئمة والقادة وفي عمله مع العامة. هكذا يكون المؤمن ناصحا أينما كان وفي أي عمل كان. الدين النصيحة، يقال ذهب الناصح يعني خالص ليس فيه غش، ويقال عسل الناصح كذلك المصفى ليس فيه شيء من الغش ولا من الشمع. فالمعنى الدين الإخلاص والصدق والصفاء في كل شيء من أمور العبد مع ربه ومع القرآن ومع السنة ومع العامة ومع الخاصة. فالنصيحة لله الإخلاص لها في العمل وأداء العمل كما شرع الله في جميع أعماله من صلاة وغيرها، أن يكون ناصحا لله في كل أعماله، في إيمانه بالله وفي عبادته إياه وفي جميع الأعمال التي شرعها له سبحانه وتعالى، يؤديها كما أمر الله كاملة تامة ليس فيها غش ولا خلل ولا نقص، بل يؤديها بغاية العناية والإخلاص والتمام والكمال. وهكذا ينصح لكتاب الله العزيز بتدبره والعمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه وتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه والاعتبار بأمثاله وقصصه إلى غير ذلك. هو نصح للقرآن من جميع الوجوه. وهكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه عن إيمان به وتصديق وعن اعتقاد أنه رسول الله حقا وأن الواجب اتباعه والقيام بما شرع عن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورهبة وصفاء، لا عن غش وخيانة ولا عن تفريط وإضاعة، بل يعمل بما أمر الله به ورسوله إيمان المصدق إيمان المخلص. هكذا المؤمن في أعماله كلها يكون صادقا مخلصا يعتني بعمله وينقيه من كل عيب من غش وخيانة وكذب وغير ذلك. أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالنصح لهم من جهة طاعتهم في المعروف ومن جهة جمع الناس عليهم حتى يستقيموا على طاعتهم في المعروف، ومن جهة الدعاء لهم بظهر الغيب ومناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر بالأساليب الحسنة والطريقة التي تكون أقرب إلى النجاح. وهو مع ذلك يفعل ما يستطيع من كل ما يعين على جمع الشمل ورعب الصدع وتوحيد الصف والتعاون على البر والتقوى مع ولاة الأمور، أمير بلده، شيخ قبيلته، محكمته، جميع من لهم شأن يتعاون معهم للنصح والتوجيه والإعانة على الخير وغير هذا من وجوه التعاون الذي يترتب عليه صلاح المجموع. وهكذا النصح العامة بنصيحتهم لله وتعليمهم وإرشادهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر إلى غير هذا مما ينفع العامة ويعينهم على طاعة الله ورسوله. وهذا جماع الدين، هذا جماع الدين التناصح بين الجميع لله ولكتابه
ولرسوله ولأمة المسلمين من سلطان وأمير وقاضي وداعية إلى الله عز وجل وشيخ قبيلة وأعيان بلاد وغير ذلك، كل من له أمر وله إمامة ويقتدى به من الواجب التناصح معه وإعانته على الخير حتى تستقيم الأحوال وحتى تتحد الكلمة في طريق الله الذي شرعه لعباده. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا حول ولا قوة. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبين صلى الله عليه وسلم أن الجالس في الطريق ومثله المار في الطريق عليه حقوق ينبغي له أن يعتني بها وأن يؤديها: غض البصر عن عورات إخوانه، وكف الأذى القولي والعملي، ورد السلام على من سلم عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من حق الطريق على من كان في الطريق على بابه أو في أي مجلس من المجالس على الطريق أو كان ماشي في الطريق كذلك، عليه أن يلاحظ هذه الأمور التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون غاض البصر لا ينظر إلى عورات الناس، فإن الطرق تجمع من يعتني بعورته ويتحفظ ومن يتساهل، فالواجب غض البصر وإنكار المنكر مع كف الأذى، لا يؤذي الناس بلسانه ولا بأعماله. قد يكون بعض الناس مبتلا بالغيبة والكلام السيء في حق من يمر عليه، وبعض الناس مبتلا أيضا بالإيذاء بالفعل، بإلقاء ما يؤذي الناس في الطرقات من مياه أو أحجار أو عظام أو غير هذا ما يؤذي الناس. كذلك رد السلام، كثير من الناس يتكبر ولا يبالي بالسلام ويعرض عمن سلم عليه، لا يبدأ ولا يرد، وهذا من ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي يفي بيده لا تؤمنون حتى تحابوا، ولا تحابوا والذي لا تؤمنون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب التحاب في الله ومن أسباب قوة في الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف، عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل، حتى تحابوا، يعني حتى تحابوا في الله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وسئل عليه الصلاة والسلام: قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكثير من الناس إنما يسلم على من يعرف من أصحابه، أما من لا يعرف من المسلمين فلا يبالي، فلا يبدأ بالسلام ولا يرد السلام، وهذا لا شك من الجهل ومن ضعف الإيمان ومن قلة الآداب الشرعية. ومن الواجبات أيضا على أهل الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الطرق يقع فيها ما يقع من التقصير ومن ظهور بعض المنكرات، فالواجب على المؤمن إذا كان رأى شيء في الطريق ألا يسكت، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا رأى من هو جالس وقد أذن المؤذن يقول: اتق الله يا عبد الله، اتق الله، الصلاة الصلاة، بارك الله فيك، حتى شجع غيره على أداء هذا الواجب العظيم، على أداء عمود الإسلام في الجماعة. إذا رأى يتعاطى منكرا من غيبة أو نميمة أو شبه ذلك
أنكر علي، راه عند الحلاق يحلق لحيته أنكر علي، يراه يتعاطى التدخين أنكر علي، يراه يتابع النساء أنكر علي، وهكذا إذا رأى متبرجة من النساء أنكر عليها وأمرها بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وهكذا غير ذلك من المنكرات التي تقع في الأسواق. وإذا رآه أيضا قد قصر في معروف أنكر عليه، فإن المؤمن أخو المؤمن، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسكت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأخوه لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا يخذله، وهو إسلامه بتركه لمن يظلمه، ولكن يساعده على الخير ويدافع عنه الشر ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعينه على ترك معصية الله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث العظيم يدل على وجوب متابعة المأمومين للإمام، وأنهم ليس لهم أن يسابقوه ولا أن يوافقوه، بل عليهم أن يتابعوه، فلا مسابقة ولا موافقة، ولكن بالمتابعة المتصلة. فإذا انتهى من التكبير كبروا، وإذا استوى راكعا ركعوا، وإذا استوى قائما قاموا، وهكذا لا يسابقونه ولا يوافقونه ولا يشرعون في الركن إلا بعد إنهائه إياه واستقامته فيه، ولا يكبرون حتى ينقطع صوته. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، وقال: إني إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف إلى السلام، ولكن يتابع الإمام، فإذا كبر وانقطع صوته كبر المأموم، وإذا استوى راكعا وانقطع صوته ركع المأموم، وإذا رفع وانقطع صوته رفع، وإذا سجد وانقطع صوته سجد، وهكذا إذا سلم سلم بعده. هذا هو الواجب على المأموم مع إمامه، مع العناية بالطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، فلا مسابقة ولا عجلة ونقر، ولكن يطمئن في صلاته ويخشع فيها لله ولا يسابق إمامه. فالطمأنينة أمر لازم وفريضة في جميع الصلوات الفرض والنفل، الإمام والمأموم والمنفرد، يجب على الجميع أن تؤدى الصلاة في غاية من الطمأنينة وعدم العجلة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يتم ركوعها ولا أمره بالإعادة، وقال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه كيف يصلي. وهكذا المأموم مع الإمام ليس له مسابقة ولا الموافقة، ولكن يطمئن ولا يعجل، ثم يتابع إمامه في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، متحريا انقطاع صوته وانتقاله من ركن إلى ركن، ثم يتابع. فلا مسابقة لا في التكبير ولا في غيره ولا موافقة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأمر سبحانه عباده المؤمنين بأن يتوبوا إليه من جميع ذنوبهم، ويخبر سبحانه أن في ذلك الفلاح، يعني الظفر والفوز والسعادة
وإذا كان المؤمنون يؤمرون بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ إذا كان المؤمن يؤمر بالتوبة وهو محل الوعد بالجنة لأنه لا يخلو من تقصير وتفريط فكيف بحال غيره من الناس؟ فالتوبة لازمة لجميع المكلفين من الكفرة والمسلمين جميعا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبة الكافر دخوله في الإسلام وندمه على ما مضى منه وعزمه ألا يعود في ذلك، وهذه أعظم نعمة وأكبر نعمة أن يتوب الكافر من كفره إلى الإسلام وأن يلتزمه خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له ومحبة له وتوحيدا له واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدي ما كان قبله، والتوبة تهدي ما كان قبلها، ومن أحسن في الإسلام غفر له ما مضى من ذنوبه وسيئاته، ومن أساء في الإسلام بقي بالأول والآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعاقل يتذكر دائما أنه لا يدري ما يعرض له ولا يدري ما سيهجم عليه الأجل، فلذلك يسارع إلى التوبة ويلازمها في جميع حالاته وفي جميع زمانه، يخشى أن يلقى الله غير تائب، فلهذا يبادر بالتوبة في جميع الأحوال. ولهذا قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار. الآية. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالتائب ما يصر، التائب يقلع من الذنوب ولا يصر عليها، بل يبادر بالتوبة والإقلاع والندم والعزم الصادق لا يعود، هكذا التائب. والتوبة الصادقة النصوح تشمل أمورا ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، وأمرا ثالثا وهو العزم الصادق ألا يعود فيها، لا يصر، فليعزم بقلبه عزما صادقا أنه لا يعود إليها. فهذه التوبة الصادقة النصوح. ويلتحق بذلك أمر الرابع وهو رد المظالم، إذا كان عنده مظالم لا بد من ردها إلى أهلها أو استحلالهم منها حتى تتم توبته، من سرقة أو خيانة أو غصب أو ضرب أو سفك دماء أو غير هذا، لا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها وإلا فتبقى عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة أن على المؤمن أينما كان يجب التوبة وأن يحاسب نفسه وأن يندم على سيئات أعماله وأن يقلع منها ويتركها ويحذرها خوفا من الله وتعظيما له، وأن يعزم عزما صادقا ألا يرجع إليها، وبذلك تغفر ذنوبه وتحط سيئاته ويقبل الله توبته. إلا أن تكون هناك مظالم في مال أو عرض أو نفس فلا بد من ردها إلى أهلها أو استحلالهم منها. فعليك أيها الأخ بالله، عليك أيها المؤمن أن تتذكر أنك على خطر، وأنك متى أصبحت لا تدري هل تمسي، ومتى أمسي لا تدري هل تصبح. فالزم التوبة دائما ولا تمهل ولا تؤجل ولا تسوف، بل بادر أبدا بالتوبة دائما لعل الله يتوب عليك. وفق الله جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واحد المصلين يقول: جت الساعة تشبه بالنصارى، هذا كلام صحيح؟ لا، ما في حال، ساعة مثل خاتم لحد هنا، يعني ساعة ما لنا فيها شيء، إذا كان مهم من الذهب ولا من الفضة لا حرج. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مسائل أربع ويحذر منها جل وعلا. الأولى السخرية من الرجال بعضهم ببعض أو النساء، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر السخرية من أخيه والاستهزاء بأخيه، فربما كان المستهزأ به أفضل عند الله وخيرا من هذا المستهزئ الساخر المتنقص. وهكذا النساء مع بعضهن، ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ذكرهم بالإيمان الذي يجب أن يمنعهم مما حرم الله. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا تسخر من فقره أو دمامته أو عرجه أو غير هذا من الأسباب. وكذلك المرأة لا تسخر من أختها ولا من أخيها، بل يجب على المؤمن أن يشكر الله إذا حباه فضل على غيره، أن يشكر الله وأن يحمد الله الذي عافاه مما ابتلى به غيره. أما أن يسخر ويستهزي فذلك من نقص العقل والدين. المسألة الثانية يقول صلى الله عليه وسلم ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس العيب، إن يعب بعضكم بعضا، لا تعبه بشيء ابتلي به أخوه من نقص في ماله أو في جاهه أو في خلقته أو نحو ذلك، فإنها لا يشبه الاستهزاء. فالواجب عليك أن تحمد الله وتشكره على ما أعطاك من النعم، وأن لا تعيب أخاك وتلمز أخاك. واللمس هو العيب والعيارة، كن عيره بشيء فيه من النقص، هذا لا يجوز، وهو من أسباب البغضة والشحنة ومن أسباب العداوة والفرقة. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعضا، يعيب بعضكم بعضا، سواء بأشياء خارجية من فقر أو غير ذلك، أو داخلية من نقص في خلقته يعيبه بذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي الثالثة، التنابز التداعي بالألقاب القبيحة، يا أحمار يا فاجر يا كافر يا قبيح يا أعرج يا فاء، يدعو بألقاب لا يرضاها، هذا أيضا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء، وربما أفضى إلى القتال والفتن. فالواجب أن يدعوه بالأسماء الطيبة والأسماء التي يحبها، يا فلان يا محمد يا أبا عبد الله، أما يدعوه بأسماء نكرهها وبعيارات نكرهها وألقاب نكرهها فهذا هو التنابز بالألقاب، فيجب الحذر من ذلك لئلا يجر إلى الفتن والشحنة والعدوة والبغضاء. ولهذا قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان، فليبين لنا أن من تعاطى هذه الأمور يكون فاسقا، فكيف يرضى بحاله أن يكون بعد الإيمان فاسقا خارجا عن طاعة الله جل وعلا؟ الفسوق هو عن الطاعة. ثم قال بعد ذلك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه المسألة الرابعة، يبين سبحانه أن من أصر على المعاصي هو ظالم، ومن تاب فقد أفلح. من أصر على المعصية ولم يتب هو ظالم نفسه متعرض لغضب الله. فالواجب البدار بالتوبة من المعصية وعدم الإصرار عليها، فمن بادر بالندم والإقلاع وعدم الإصرار والعزم الصادق أن لا يعود سلم من شر الذنب وتاب الله عليه، ومن أصر فقد ظلم نفسه ويبقى عليه إثم ذلك الذنب وخطره لو نزل به الأجر. رزق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق الكلام على شيء من صفات المتقين التي أمر الله جل وعلا بمسارعة إلى صفاتهم، التي هي أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة، حيث قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبق الكلام على هذه الصفات، وأنه ينبغي المؤمن أن يسارع إلى هذه الصفات وأن يلزمها،
فإن تقواه لله عز وجل وإيمانه بالله سبحانه كل ذلك يحمله على المسارعة إلى هذه الصفات ولزومها والاستكثار منها. فإن كل منها من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة، النفقة في السراء والضراء، يعني في الشدة والرخاء، ابتغاء وجه الله، غضب الغيظ، والعفو عن الناس، هذه صفات جليلة من صفات أهل التقوى والإيمان ومن صفات الكرماء والنبلاء أصحاب النفوس الكريمة والهمم العالية. ثم ذكر بعد هذا قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وصفهم بالصفات الحميدة الكريمة، ثم وصفهم بالتوبة النصوح والمبادرة بترك المعاصي والسيئات والاستغفار منها وعدم الإصرار عليها. فهم جمعوا بين العمل الصالح وبين التوبة الصالحة، وهم يسارعون للخيرات ويندمون على فعل السيئات ويقلعون منها ولا يصرون عليها. هذه صفات أهل الجنة وأهل المغفرة، هذه صفات أهل السعادة، مسارعة للخيرات ومسابقة إلى الطاعات ومبادرة بالتوبة من السيئات والندم عليها وعدم الإصرار. ومن أراد الجنة والكرامة والمغفرة والسعادة فعليه بهذه الصفات الحميدة التي ندب الله لها عبادة وبين أنها من صفات أهل التقوى الموعود بالجنة والكرامة. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه صفاتهم، هذه الصفات العظيمة: النفقة في السراء والضراء، كظم الغيظ، والعفو عن الناس، ما الإحسان في بقية الأعمال. فهم محسنون في صلاتهم، محسنون في زكاتهم، محسنون في صومهم، محسنون في حجهم، في جهادهم، في برهم لوالديهم، في صلة أرحامهم، في سائر أعمالهم، محسنون لجيرانهم إلى غير ذلك. هم أهل إحسان وأهل كرم وأهل جود، ومع ذلك متى ذلت القدم وظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي بادروا بالتوبة وعدم الإصرار. فوعدهم الله بالمغفرة والجنة، وعدهم الله بالمغفرة لذنوبهم وبإسكانهم الجنات دار الكرامة ودار النعيم. فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذه الصفات وأن تسارع إليها وأن تكون أبدا في سباق الخيرات ومسارعة إلى الطاعات، وأن تكون أبدا في توبة صادقة وندم على ما مضى منه من السيئات وعدم الإصرار. لا تغفل، فالموت يأتي بغتة، فقد يهجم عليك الأجل وأنت على سيء العمل. فبادر بالتوبة النصوح مع الاستمرار في الخيرات والطاعات والأعمال الصالحات حتى تكون في غاية من الاستقامة وفي بعد من أسباب الهلاك والندامة. رزق الله جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبغ إزارة والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه خصال ثلاث حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأبدى عظم خطر العقوبة على أهلها، فدل ذلك على أنها من المحرمات الكبيرة من كبائر الذنوب: الإسبال، والمن في العطية، والأيمان الفاجرة. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الخصال الذميمة ويتباعد عنها. أما الإسبال فلما فيه من التكبر والتعاظم والاختيال، فإن الغالب على المسبل أنه يتعاظم في نفسه
ويتكبر، هذا شأن الإسبال. ولهذا الحديث الآخر إياك والإسبال فإنه من المخيلة من الخيلاء، واللفظ الآخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، واللفظ الآخر ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار، ويدل على تحريم الإسبال وأنه من جملة الخيلاء والكبر، والغالب على أهله أنه يدعوهم إلى التكبر، وقد يدعوهم إلى ذلك قلة المبالاة بالدين وعدم المبالاة بالنجاسات والقاذورات، فهو يتلطخ بالنجاسة ولا يبالي، وبالأوساخ ولا يبالي، مع ما في هذا من كونه يجر إلى الكبر إن لم يقصده فهو وسيلة إليه، لكن الغالب على أهله هو التكبر والخيلاء والتعاظم. في الحديث الآخر من اختال في نفسه، من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لم يلقي الله عليه غلبان. فينبغي المؤمن أن يحذر أسباب التكبر وأسباب الخيلاء والتعاظم في النفس، فإن هذا يجر إلى بلاء كبير. جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في بردين قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض هو يتججل فيها إلى يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحذر عقوبات الله جل وعلا ويبتعد عن أسباب الكبر. أما المن في العطية والكذب بالأيمان شرهما ظاهر، يكون يعطي عطية ويمن بها على صاحبها فيؤذيه، أو يقول له كلام السيء يمن عليه بما أعطاه، هذا منكر لا يجوز. وهكذا الأيمان التي يدرج بها مبيعاته، والله أنها كذا، والله أنها سمت بكذا، والله أنها تساوي كذا، والله أنها علي بكذا، هو يكذب حتى يدرجها بين الناس، حتى ينفقها بين الزبائن، هذا أيضا منكر عظيم ومن كبائر الذنوب. يجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي حذر الله منها جل وعلا لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. والملابس يجب أن تكون إلى الكعب، من نصف الساق إلى الكعب، هذا من الملبس الرجل من نصف الساق إلى الكعب لا ينزل عن الكعب، والأفضل لا يكون فوق نصف الساق، بل يكون من نصف أقل ما بينهما، بين النصف إلى الكعب، هذا هو اللباس الشرعي. أما المرأة فينزل عن هذا حتى يغطي قدميها، لكن كثير من الناس شبه بالنساء وأخل بملابس الرجال، فجر ثوبه وأسبل ثيابه ورفع ثيابها، وهذا عكس ما شرعه الله جل وعلا. فيجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي فيها المعاكسة والمضادة لما شرع الله. رزق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لك يا شيخ من بعد. السلام، حياك الله. كيف الحال؟ بارك الله. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، إذا قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. هذا يفيدنا عظم الخطر في التخلف عن الصلاة في الجماعة، وأن ذلك من صفات المنافقين وأعمالهم، وأنه قد هم عليه الصلاة والسلام يحرق عليهم بيوتهم بسبب التخلف. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام بيان العلة: لولا ما في بيوت النساء والذرية لحرقتها عليهم. فلولا أن التخلف خطير وأنه منكر يستحق صاحبه العقوبة لما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ويكفي في الذنب والعيب للمتخلفين عن صلاة الجماعة أنهم قد شابهوا بهذا حال المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه حالهم نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر يا أبا عباس؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه أيضا صلى الله عليه وسلم أعمى يستأذنه، يقول: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد،
فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجل. وفي رواية أخرى قال لا أجد لك رخصة. فإذا كان أعمى شاسع الدار كان في الرواية الأخرى ليس له قائد يلائمه يقال ليس لك رخصة في التخلف عن الجماعة في مساجد الله. فكيف بحال من عافاه الله وأعطاه السمع والبصر والصحة؟ فالأمر خطير جدا. وقد بلغني أن كثير من المساجد في الفجر لا يصلي فيها أحد نعوذ بالله، يسهرون على التلفاز وعلى غير التلفاز، فإذا جاء الفجر فإذا هم أموات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من المصائب الكبيرة، يجب التواصي بالحذر من هذا البلاء والحذر من أسباب العقوبات العامة. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه من سره، عبد الله مسعود هذا من كبار الصحابة ومن علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى به. فإن الله شرع من سنة الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. هذا يبين لنا أن المحافظة على الصلاة في الجماعة من أسباب الموت على الإسلام، ومن أسباب أنه يلقى الله مسلما. ومقتضى هذا أن التخلف عنها في الجماعة والتساهل من أسباب ضد ذلك، من أسباب الوفاة على غير الإسلام نعوذ بالله. فالمصيبة كبيرة وخطر عظيم. فالمحافظة على الصلاة في الجماعة من أسباب السعادة وحسن الختام، ومن أسباب التوفيق لكل خير. والتخلف عنها والتشبه بأهل النفاق بأدائها في البيوت فيه الخطر العظيم. فيه أولا أنه معصية لله، ثانيا أنه مشابه لأهل النفاق، ثالثا أنه من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله. رزق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه المبين: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما كان الصدق له منزله العظيمه عند الله وعند انبيائه ورسله وعند المؤمنين من عباده، نبه الله عليه وخصه بالذكر كي يعلم المؤمن هذا الفضل وهذا التخصيص، فيسارع إلى الصدق في أقواله وأعماله، ويبتعد عن الكذب في أقواله وأعماله. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وطريق العزة والكرامة. يقول الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصادقين. والصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل. فالصادق المؤمن صادق في قلبه في محبته لله وإخلاصه لله وخوفه ورجائه وشوقه إليه والحذر من محارمه، وصادق في اللسان في ذكره لله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعائه وسائر أذكاره، وصادق في الأعمال في صلاته وصومه وزكاته وحجه وجهاده وغير ذلك. هكذا يكون المؤمن صادق القول صادق العمل صادق القلب والإقرار وأعمال القلب. ولهذا قال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. بعض الناس يصلي ولكن ليس بصادق، ليس بمقبل على صلاته، لا يعطيها حقها، جسمه مع الناس وقلبه في كل مكان، كذلك يزكي ولكن ليس عنده الإخلاص الكامل وطيب النفس بالمال والرغبة فيما عند الله، يصوم وليس الأمر على ما ينبغي من جهة الصدق فيما عند الله والرغبة فيما عنده، وهكذا الحج وهكذا بقية العبادات. ف
فالناس في هذا يتفاوتون كثيرا. فعليك يا عبد الله أن تصدق في أقوالك وأعمالك، وأن تكون عظيم الرغبة فيما عند الله، صادق البذل من قول وعمل، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا لما عد الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم ذكر منها الصدق، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاء هؤلاء في أعمالهم في إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم، والقنوت والثبات في الطاعة والدوام عليها والاستمرار فيها، وهكذا صدقهم وهكذا صبرهم خشوعهم تصدقهم صيامهم حفظهم فروجهم اكثرهم من ذكر الله سبحانه وتعالى، هم صادقون في هذه الأعمال، ولهذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بالصدق، يعني في القول والعمل، فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب عاقبته وخيمة وهو من خصال أهل النفاق والفجور، والصدق عاقبته حميدة وهو من خصال أهل الإيمان والصدق ومن خصال الرسل وأتباعهم الصادقين. يعني الله وإياكم من الصادقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة العظيمة فيها تحذير الرب عز وجل عباده من التشاغل والالتهاب التكاثر في هذه الدنيا، وأنه ينبغي المؤمن أن يعد العدة لآخرته، وأن لا يشغل بالتكاثر في الأموال والأولاد عما خلق له من طاعة الله وعباده. الكثير من الناس شغل بالتكاثر في الأموال والأولاد وحظ الدنيا العاجل، ونسي ما خلق له ولم يرفع به رأسه، فخسر الدنيا والآخرة وندم غاية الندامة. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنذرنا سبحانه يوم التلاق، يوم بروز خلق الله عز وجل يوم القيامة، يوم ترض عليهم أعماله خيرها وشرها. ولهذا قال عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ويوم القيامة سمها قارعة، يعني تقرع أسماع الخلق كلهم. فأمرها عظيم وشأنها خطير. ثم بينها فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال الصلبة العظيمة تصبح كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش، قد ضعفت واندكت، وينسفها الله جل وعلا يوم القيامة. يقول سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة تكون كالهباء وكالعهن المنفوش، وتصبح الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا معالم لأحد، يحشر الناس عليها. فجدير بالعاقل ينتبه لهذا اليوم ويعد له عدته. ثم قال بعد: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي، يعني بالأعمال الصالحات، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية.
ثم قال بعدها ألهاكم التكاثر حتى تركوا المقابر. فلا ينبغي للعاقل أن يشغل بالتكاثر عن هذا اليوم العظيم يوم القيامة يوم هذا شأنه سير فيه الجبال وتكون كالعهد المنفوش ويبرد فيه الناس كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض كل واحد يقول نفسي نفسي لا يزم الله فاعل فيه على خطر إلا من حفظ الله من أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال بعد حتى زرتم المقابر يعني شغلتم حتى نزل الموت لم تزالوا مشغولين بالتكاثر حتى هجم الأجل وزرتم القبور. فالمعنى أعدوا العدة قبل نزول الأجل وقبل أن تنقلوا للقبور فإن بعد الموت لا عمل العمل قبل الموت. قال حتى زرتم المقابر يبين سبحانه أنها زيارة وأن المقابر ليست مقرا لهم. المقابر مرحلة ينقلون منها إما إلى جنة وإما إلى النار فليس مقرا لهم دائما لا وإنما هي مرحلة من المراحل بين الحياة الدنيوية وبين الدار الأخروية إما الجنة وإما النار. فأنت في مقبرة زائر لا مستقر وسوف تنقل من هذا القبر من هذه الحفرة إلى ما أعد الله لك إن كنت صالحا فإلى الجنة وإن كنت سوى ذلك فإلى النار. هذه النهاية أما المقابر ما هي بنهاية. قول بعض الناس مقره الأخير غلط مو مقر الأخير المقر الأخير إما الجنة وإما النار هذا المقر الأخير إما الجنة وإما النار. وأما المقبرة فهي مقر فيه رحلة مقر مؤقت يرتحل منه صاحبه يوم البعث والنشور إما إلى الجنة وإما إلى النار. فجدير بالعاقل جدير بالرجل الحازم جدير بمن يخشى سوء العقاب وسوء الحساب أن يعد العدة وأن لا يشغل بالتكاثر ولا بغير التكاثر عن إعداده لنفسه وأهبته لآخرته بطاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا توعد الناس فقال سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا وعيد سوف تعلمون غبا ما عملتم وسوف تندمون على ما فعلتم من هذا التكاثر وهذا الشغل بالتكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين إذا صارت لكم حال أخرى لو علمتم لغيرتم ولا انتبهتم. ولكن العبد في هذه الدنيا يصاب كثيرا بالغرور والغفلة عما أعد له وعما أمامه. صدق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يا أخي كما سمعت مواعظ قدمها العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وسلمه من كل شر بعد صلاة العصر من كل يوم. وهذه كانت عادته ولا تزال غفر الله له حريص على تعليم وإرشاد الناس وتبيين لهم الحق والصواب وحثهم على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الانهماك بالمعاصي والغفلة والبعد عن الله والانشغال بالدنيا وملذاتها. فما عليك يا أخي بعدما سمعت إلا التطبيق السليم لكي تقيم نفسك على ما يرضي الله ورسوله وتسير على ما سار عليه السلف الصالح من دعوة الناس لعبادة الله وحثهم على الالتزام والتمسك بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا. فما بقي عليك يا أخي إلا الدعاء الخالص بظهر الغيب لهذا الشيخ بطول العمر والعمل الصالح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله والثبات على الحق وأن ينفع به الله المسلمين وأن يجزيه خير الجزاء. وأدخل بدعائك هذا يا أخي من سجل هذه المواعظ وساعد على نشرها لوجه الله. وختاما فإن العاقل اللبيب يتأسف على إهمال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم والإيمان يبني عليهما الغبار ويستبدل بهما قتل الوقت في ألو كم باع فلان وكم شرى فلان وأين قضيت العطلة فيه وأين تقضي المستقبلة
وارفع الجريدة واعطني الأخرى، وأين المجلة الفلانية، وما الذي ظهر في التلفزيون، وماذا بالإذاعة الفلانية. هذا وأمثاله كثير من نواحي معلوماتنا معشر هذا الجيل. يشيب الواحد منا ويشيب وهو جاهل بسير سلفنا وتطبيقها، والاقتداء بمن أمرنا سيدنا ومولانا باتباعهم من رسله الكرام. هذا ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.